السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. موعد مباراة نادي إنتر ميلان اليوم أمام نادي لاتسيو، اليوم الأحد 30/4/2023، مباراة في الجولة 32 من الدوري الإيطالي. اليوم متابعين الكرام إنتر ميلان في مواجهة لاتسيو الساعة 1:30 ظهرا أو مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة معادها الساعة 2:30 ظهرا أو مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان. المباراة معادها الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت ليبيا والسودان. المباراة معادها الساعة 11:30 صباحا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 10:30 صباحا بتوقيت جرينتش وموريتانيا. كان ناقل المباراة قناة ابو ظبي بريمير 1 الاولى والمعلق فارس عوض. ملعب المباراة ملعب جوزيبي ميازا، الجولة 32 من الدوري الايطالي. اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، وانا معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.